عمر عساف من رام الله تحدث عن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، كيف ينظر تركيا أو كيف ينظر أردوغان عفوا إلى عضوية بلاده وكيف يريدها أن تكون في هذا الفضاء؟ يا سيدي بداية عفوا تركيا على عضويتها في الناتو تمتد إلى 70 عاما، صحيح، منذ عام 1952 وهي من أوائل الدول المؤسسة للناتو، هذا أولا. ثانيا هي تعتبر خط دفاع أساسي لدول الناتو وواجهة شرقية أمام أي تمدد شرقي أو روسي محتمل. ثالثا تركيا أتوقع بأن الناتو هو بحاجة إلى تركيا أكثر مما بحاجة تركيا إلى الناتو، وبالتالي الآن دول الناتو يجب أن نعلم بأن الجيش التركي هو ثاني أقوى جيش في الناتو بعد أمريكا والأقوى أوروبيا، لذلك العلاقة يجب أن تكون على هذه المحاور الأساسية. أن تركيا تريد، إذا ما كان الناتو وهكذا يرى الرئيس أردوغان، إذا ما كان الناتو منظومة دفاعية لدول الناتو وتركيا عضو في الناتو، فيجب أن تطبق هذه المعايير بداية على حماية تركيا، صح، من التهديدات التي الآن تحيط بتركيا. ونتكلم عن PKK والبي واي دي واي بي جي قصد، فكيف يعقل أن أمريكا تدعم هؤلاء وتمدهم بالسلاح وتدربهم في شمال سوريا والعراق وتعترف أن PKK هي منظمة إرهابية، ثم تقول على تركيا عليك يا تركيا أن تتبع معايير الناتو؟ هذه الازدواجية في معايير الناتو سئمناها. لذلك الرئيس أردوغان هو رقما صعبا في الناتو، وبالتالي يجب على الناتو هو أيضا أن يراعي حساسيات تركيا كما يطلب من تركيا تراعي حساسيات الناتو في التوسع وتقوية الحلف.